كنتوا من الناس اللي حالفهم الحظ وكانوا في التيران البارح، كيفاش كانت الاجواء رغم الهزيمه المنتخب؟ الاجواء كانت رائعه جدا بزاف، كانت التيران تقريبا اكثر من النص، كلشي مغاربه، كلشي هاز الطرابوات، كلشي كان حاضر، وزعما شجعنا من القلب ديالنا. دوماج لعبنا مزيان، ولكن المهم الحظ ديما كره القدم كتبقى فيها الحظ هو اللي كيكون سيد الموقف. المهم ما كانش عندنا الزهر، ولكن الحمد لله مغاربه حمرنا وجهنا، كتلاقى مع رواسه، كتلاقى مع الناس من جميع العالم، كلشي كيقول لك تبارك الله المغرب منتخب عندكم واعر، صف ما عندكمش الحظ لا في الماتش الاول لا في الماتش الثاني، ولكن هادشي بعدا كيفرحنا وان شاء الله حنا تابعينهم حتى لكالينغراد نتفرجوا في الماتش الاخر، حنا مساندينهم. الا ما داروا والو في هذا المونديال ماشي مشكل، باقي تابعين لا كوب دافريك العام الجاي قريبه ان شاء الله، المونديال الجاي ندوزوا للدوزيام تور وان شاء الله نديروا شي بريستاسيون احسن كاع من هادشي اللي درنا اليوم. كيفاش عشتوا الماتش البارح؟ كانت شي تري بون امبيونس صراحه، تفاجئنا بالعدد المغاربه اللي كانوا، سيتي انورم 50000 بيرسون كانوا، كانت التيران كان عامر بحال الماتش ديال الافتتاح، دونك المغاربه غيبقاو عاقلين عليهم، هنا عمرنا التيران ديبلاصون الناس بزاف، كانت جون تري بون بريستاسيون، اللعابه لعبوا مزيان، اوني كونتون واخا الريزولتا ما كانش مزيان، مازال تبعنا لا كوب دافريك ومازال تبعنا بريباغو لي كوب دي موند جاي ان شاء الله. انتم غاتمشيو لكالينينغراد، شنو الرساله ديالكم للاعبين؟ اوني سوبر كونتون ديال واخا الريزولتا اي لي با بون، اوني سوبر كونتون، اوني فيير دو لو جو اي لي تي لا، مي بون ماتش ماركاس البيت ما كانش عندنا الزهر، اون فاي سي دابا يفوز فوكاليز على لاكوب دافريك ان شاء الله 2019. اللاعبين بكاو البارح بزاف من الماتش، شنو تقدر تقول لهم؟ يعني رغم الهزيمه ماشي ديال المنتخب الوطني البارح، مي صراحه لا بين اللعب انهم عندهم روح الوطنيه وفريمون تقاتلوا بزاف شي حصل الرمق الاخير، يعني تقريبا راه سي با فاسيل يعني باش تلعب 95 دقيقه بهذاك لو ريتم كونتر ان شامبيون ديال كوب دوروب، دونك سي فريمون سي اكسترا، وديما مغرب، ونتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم في المباراه المقبله ان شاء الله يعطيو اكثر ويبينوا شي على لو نيفو ديالهم، بالله راه هذاك هو لو نيفو ديالهم.